مرحبا بكم، تحيه نضاليه، وكنشكركم على المجيء ديالكم والعناء ديالكم. هذا دليل عندنا الغيره الحقيقيه والصحافه الحقه اللي خاصنا في البلاد، ماشي الصحافه التلفازه والمسلسلات. تحيه نضاليه كبيره، وكنشد في ايديكم باسمي وباسم جميع احرار في كي. شكرا لك. الاسم ديالي كذاب وعلام، حائز على جوائز وطنيه، جائزه الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات سنه 2002 وسنه 2005. فيما يخص هذه القضيه، كندير مزيان بالوثائق، وكنطلع بزاف الوثائق، وعندي جميع الوثائق اللي كدل، وهو ان المنطقه المتنازع عليها منطقه مغربيه 100%. نظرا اذا درسنا تبعنا الخطوات ديال الحدود اللي هي قمم الجبال، يعني الى مثلا بغينا نديروا نطبقوا المعاهدات الدوليه والمعاهدات اللي دارها سيدنا رحمه الله عليه الحسن الثاني، نحترمها ماشي مشكل، ولكن نحترمها بحذافيرها، يعني نقطه نقطه، وهي قمم الجبال. الخطا اللي كنديروا حنا هو كنديروا التكنات والمراكز العسكريه كنديروها بعيده عن الحدود، والجزائريين كيديروها في نقطه الصفر. هذيك نقطه الصفر خلات الجيران ديالنا يطمعوا فينا. لو ان تبعنا قمم الجبال ابتداء من جبل المنياس، غادي نلقاو باللي واد زفانه بضفته عندنا، وغادي نلقاو واد العرجاء عندنا. ولكن هناك تغليط، سواء بالنسبه للصحافه الجزائريه اللي ما عرفاش ولا متعمده، وحتى سمح الله بعض الناس ديال ولاد المغرب، وهو ان واد العرجاء واد مغربي 100% بكلتا الضفتين، ولنا عقود ملكيه. عندي انا شخصيا لقيت عقود ديال 1917. لا بغيتو نعطيكم شي نسخه نعطيكم. اذا فيما يخص المنطقه بالضبط حاليا مشعوله كما تقول لها مشتعله، وهي ان الحدود كتقول نظرا للكثبان الرمليه المتواجده اللي ما يمكنش دير فيها البورناج بطبيعه الحال، لان الرمال كتحول، غير ديرها في الواد غير المسمى. والواد غير المسمى هو ذاك الواد اللي مول الجبل اللي فيه جبل العرجاء اللي فيه حاليا الثكنه العسكريه الجزائريه. إن هذا هو الحقائق. اما واد العرجاء فواد مسمى اسمه واد العرجاء. اذا الناس اللي داروا معاهدات ما كانوش حمقين، كيعرفوا واش كيقولوا. واد الغير المسمى وهو واحد واد صغير من الثنيه هو الممر بين جبلين، كيمشي حتى لتمرقت، كيعرفوا الاخوان ديال فيك تمرقت، وهو وادي في الملوحه. هذا هو الحقيقه ديال الحدود. شنو النسبه ديال التكلفه ديال الماليه اللي استثمروها تبع الفلاحين؟ شحال باش كتقدر؟ اذن انا بصفتي مستثمر في النخيل كنعرف شنو هي النخله. النخله هي الشجره الوحيده اللي ما كتعطيكش التمر الا بعد 10 سنوات. يعني قليل اللي غادي يقدر يريزيستي يربي واحد الشجره مور 10 سنوات، وهي شجره خالده. فيما يخص هاد الحدود اللي كيقولوا، راه ماشي ديك الضيعات اربعه ضيعات ولا خمسه، راه كاين حوالي 6 كيلومتر ديال الوادي، كلها الضفه غتمشي عندهم. هناك حوالي 50000 ولا 60000 الخلابوريه، فيها نخيل ودغير، فيها نخيل العمور، وفيها نخيل ولاد سليمان، فيما يخص النخيل البوري. إذا فيما يخص ولاد سليمان هناك ضيعات حديثه، يعني حنا كنقولوا حديثه هي الستينات ولا الخمسينات، كنسموها حديثه. إذن من الستينات باوتهم كيخدموا إلى يعني طوعوا الأرض وصابوا، وزادوا من السبعينات هناك النخلة كنقوموا احنا وحدة، كتقوم مقوم قضائي ما بين 5000 درهم و 10000 درهم، 8000 درهم 10000 درهم من النخلة، مثلا خاصة على حساب الجودة، علما أن الضيعة الفلاحية الحالية اللي احتلتها نسموه احنا احتلال جزائري، وخصنا نطالبوا مستقبلا ان شاء الله كما قلت للاخوان بتصفيه الاستعمار ديك المنطقه، لان هذيك ديالنا ماشي ديال الجزائر. واللي كيقول ديال الجزائر يجي عندي نعطي وثائق وخطاب، ونعطيكم وثائق ونعطيكم معاهدات دوليه، ومرحبا. وحتى ان الحجاره اللي فوق الجبال راه مرقمه بساتيليت سبحان الله، ما فيش. اذا الثمن ديال حوالي 60000 نخله حديثه لا تقدر بثمن. لماذا؟ النخله ما عندهاش ثمن، لان النخله مثمره لقرون، ماشي شجره تفاح ولا اجاص ولا ممكن، لا النخله هذه، لا النخله عمتنا النخله، فهمت؟ اذا النخله احنا كنربيوها بحال ولادنا، شجره مباركه كنربيوها بحال ولادنا، كنهضروا معها. اقسم بالله الا عندي النخل ديال الزنقه اللي كتمشى فيها دائما حي اكثر من اللي بعيد، عندي النخل هنا والنخل هنا. لا
داك المخل اللي كنشوفو غير من السقيه السقيه شويه، ولكن داك المخل اللي كنشوفو يومين وكتمشي حداه منتعش، وكاين علاقه بزاف ما بين الانسان تكون الانسان النخله. بغاش يعرفوا هاد الناس اذن الثمن النخله ما كاينش عندها الثمن في نظري، ما عندهاش الثمن، لان ملي كتغرس النخله بحال اللي كتكتب التاريخ. الرد ديالك على استفزازات الجزائر بالنسبه للمنطقه، استفزازات الجزائر راه من السبعينات من حرب 63 وحنا كنعانيو من هذه الاستفزازات، والحمد لله وكنفتخروا اهل فيكي هما الشعب الوحيد في العالم العربي بعد الاستقلال اللي الدوله عطات له السلاح، اللي حمل السلاح، يعني الشعب حمل السلاح. لحد الساعه ما عمري شفت شي نظام عربي عطى السلاح للشعب الا لال فيكيك بحرب 63. كان نقص في الجنود وكان نقص سميتو، ولكن ال فيكيك كلهم تطوعوا، ولي فيديو موجودين في بزاف اللي كيدل على هذا الشيء. وكنقولوا للجزائر خصكم تعرفوا بان فيكيك صلبه، فيكيك هي اللي كانت سد مانع ضد التوسع التركي، وسد مانع ضد دخول فرنسا هو اطمعها منذ خاضت فيكيك حروب في 1886 1876 مع فرنسا، حتى ان ان ليفينغ وهي مؤرخه فرنسيه قالت في احد ابحاثها اذا اردتم السلم فدمروا فيكيك. ولنا الشرف ال فيكيك، وهو ان مدينه فيكيك اول باخره حربيه سميت بفيكيك، هو لو باكو بو دي فيكيك، وهو باخره حربيه شرتها فرنسا من عند استراليا 1916 وسماتها ولنا الشرف سماتها باكو بو فيكيك، وعليكم ديروا الانترنت ديروا باكو بو فيكيك طلع فيكيك. هذا مفخره كدليل على ان القوه ديالنا صلبه والعزيمه ديالنا قويه اكثر مما يتخيله البعض. ونعطيكم دليل قاطع، فيكيك مدينه صغيره واحه صغيره 8000 نسمه، واستطعت بالفضل الرجال ديال الاحرار باش تحرك الاجهزه الامنيه والعسكريه من الرباط ومن الجزائر العاصمه. حاليا القوات العسكريه منتشره لا من الطرف الجزائري لا من الطرف المغربي. إذن تخيلوا معايا شكون هاد فيكيك؟ إذن فيكيك هي هذه. شكرا تبارك الله عليكم، مرحبا بكم وتحيه نضاليه لجميع الاخوان، ومرحبا بكم وانتم بين ذويكم بين اهلكم، وكنشدوا في اياديكم بكل حماس، وهذا هي الدليل ان غيرتكم الوطنيه وغيرتكم الصحافيه ومهنتكم النظيفه ان تنقلوا الخبر، ان تنقلوا خبر الحدث من المكان بالضبط. تحيه، شكرا.